أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة السائل أبو عبد الله يسأل عن الأحاديث الضعيفة، يقول هل نستشهد بها يا فضيلة الشيخ؟ الأحاديث الضعيفة تختلف، إذا كانت ضعيفة شديدة الضعف فإنها لا يستشهد بها، أما إذا كان ضعفها ليس شديدا أو كان لها ما يشهد لها من الأحاديث الأخرى فإنها يستشهد بها في فضائل الأعمال، ولا يؤسس بها أحكام شرعية، وإنما يستشهد بها في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. نعم.